موضوع ان احنا نشوف ربنا في كل تفاصيل حياتنا ده يخلينا ان احنا نحاول نعالج صفه التعلق. ففي تعلق سلبي وفي تعلق ايجابي، وايه التعلق ده في حد ذاته؟ يعني الايه ولقد خلقنا الانسان من علق، فالانسان مجبول بفطرته على التعلق، فازاي نقدر نقاوم الجبله دي؟ علاقه الارتباط بين العبد وبين ربه وربط العلاقة بينهم بالتعلق السلبي والتعلق الإيجابي وربطهم بالآية اللي حضرتك ذكرتيها دلوقتي، ده بيرجعنا الأول لأن احنا نعرف أن كلمة التعلق في أصلها ما هيش معنى غلط، لكن ممكن الخطأ يكون فيها في الاستخدامات والسلوك. التعلق في ذاته هو عبارة عن ميل، الإنسان بيميل لحاجة، ولما الإنسان بيميل لحاجة بنسميه بيحب الحاجة، ولذلك التعريف الحب هو الميل والتعلق، يعني الميل للأشياء والتعلق بالأشياء. فلذلك كلمة التعلق ذاتها دي حاجة تساوي كلمة الحب، فدي حاجة أصلا جميلة جدا. لكن زي ما حضرتك ذكرتي دلوقتي بتقولي إن في تعلق سلبي. التعلق السلبي ده بنعرفه إزاي؟ بنعرفه بإن إحنا أولاً بيكون شيء مش على أولوياتنا وضرورياتنا واحتياجاتنا، يعني بتعلق بحاجة والحاجة اللي بتعلق بيها دي مضرة ليا، أو الحاجة اللي بتعلق بيها دي حاجة كويسة لكنها بتيجي على شغلي وبتيجي على فرائض حياتي وبتيجي على احتياجاتي وأولوياتي، يبقى ده اسمه السلبي. لو نقول إزاي هنعرف، وده اللي أهم شيء في القصة، نعرف الفرق بين التعلق الإيجابي والسلبي، هو انه يعود علي التعلق بالضرر، او انه يغير الواجبات اللي عندي فهو يدخل في مكانها وواجباتي تنزل تحت. لا، ده بقى كده تعلق سلبي. التعلق نفسه غلط؟ التعلق مش غلط. التعلق هو القرار اللي بعد، الغلط هو القرار اللي بعد التعلق. خدت قرار ان انا ادي وقت للتعلق ده 10 ساعات، لا، انا ممكن اديله نص ساعه، وفي 9 ساعات ونص انا عندي حاجات تانية محتاجه اعملها في يومي. تمام. اذا التعلق في ذاته ده شيء مش بإيدي عشان أقول عليه غلط وصح. واحد بيحب حاجة، إزاي هخليه ما يحبهاش؟ ده مش في إيدي. طب ما دي جزئية مهمة أوي، يعني ساعات بيبقى الحب مبالغ فيه لدرجة إنه مستحوذ على أفكار الإنسان وعلى رسالته وهدفه في الحياة. صحيح، لما بيشغل وقته وبيشغل ذهنه ده شيء آخر، لكن إحنا بنبقى متعلقين بالله وبنحبه، ومع ذلك الله في حياتنا في يومنا وفي ليلتنا، هل احنا بنكون فاكرينه في كل لحظة؟ مش في كل لحظة فاكرينه، ومع ذلك احنا متعلقين بيه. لكن لو بتحكي عليه بالصورة المرضية دي انه متعلق وهو فاكره ذهنيا في كل لحظة، لا، ده يعتبر تملك للأشياء ومضيعة لعمر الإنسان. هنا بقى ممكن نقول محتاج علاج، ان هو ازاي التعلق ده نفسه يقل، مش السلوكيات اللي بعد التعلق. أيوة، ما هي دي بقى فعلا أهم جزئية، علشان إحنا بنحاول نظبط الشعور. يعني مثلا ساعات بنقول أنا مش قادر، معلق سعادتي، مش قادر أحس بطعم الدنيا غير لما أشتغل الشغلانة دي، غير لما أخلف، غير لما أتجوز. المعاني دي مظبوطة ولا دي تعلق سلبي؟ دي معاني، وكأن الشخص اللي بيقول كده اطلع على الغيب واطلع على اللوح المحفوظ وعرف إن حياته واقفة على المنطقة دي. انت ما اطلعتش، احنا في الحياه دي في رحله اكتشافيه، رحله بنمشي فيها زي ما ربنا بيهيئ لنا وبيسر لنا، وبنكتشف اقدار الله واحنا ماشيين. فانت ليه بتوقف الحياه وبتقول انا مش هعمل حاجه الا لما اشوف الحاجه دي تحصل، وانت تعرف ان ربنا كاتبها انها هتحصل ولا مش هتحصل؟ طب افرض انها مش هتحصل خالص، الحياه توقف؟ فده يعني يعتبر بيسموه تسور على اسوار الغيب، يعني كانه اطلع على اللوح المحفوظ اللي هو الغيب وقال هو ده اللي لازم هيحصل ومش هعمل حاجه لما ده يحصل. وده طبعا تصرف خاطئ وتصرف في ادعاء للغيب، والانسان بتصوراته ديت بيضيع على نفسه المتاح. اي حاجه الان مش جاتش، او انا بدعي بيها وما بتجيش، او انا مستنيها ومعلق عليها امال كتيره، دي اسمها غير المتاح. غير المتاح. فانا دلوقتي في المتاح. كل ميسر لما خلق له، أعمل المتيسر اللي قدامي، أطلع السلمة، عشان يمكن ده في السلمة رقم 10، وأنا لو ما طلعتش الأولى أنا مش هوصل للعشرة.
طيب فكرة بقى التمرين القلب ان هو فعلا يشوف ربنا الاول، فيبقى تعلقه ايجابي مش تعلق سلبي، سواء شعور او سلوك. سلوك ده بيبقى قرار عشان ما نظلمش الناس، لكن شعور ده بيبقى غصب عنه، في شيء وقع في قلبه احبه. يعني واحد او واحده، ده صوره اوضح، متجوزه وحبت واحد غير جوزها بقلبها مش بلسانها وبالرسائل وبالمقابلات، وقع حبه في قلبها، هتعمل ايه في نفسها؟ طيب هنقول لها والله المفروض نعالجك بطريقه معينه او ما نعالجكيش، دي قصه تانية، لكن هي ارتكبت محرم، هي ما عملتش محرم، هي وقع حب واحد في قلبها. طب هل هي عملت سلوك بعديها؟ كلمته بالتليفونات، افشت له حبها وقالت له انا بحبك وانا عايزه اتطلع عشان اتجوزك وانا وانا، هي ما عملتش كل ده، يبقى هي قاعده في امان. من عشق فعفى فكتم فهو شهيد. ولذلك لما الانسان بيحصل له تعلقات لكن ما بيحصلش وراها سلوكيات، هو في امان من ان هو متجاوز الحدود.